دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح الضباط الخريجين إلى التحلي بالالتزام والانضباط وتحمل المسؤولية والانخراط مع زملائهم في العمل الأمني ليصبحوا مثالا يحتذى به داخل المؤسسات الأمنية. جاء ذلك خلال استقبال الوزير الصالح لضباط برتبة ملازم خريجين من جامعة نورثن أريزونا الأمريكية تخصص هندسة كهربائية لأداء القسم أمام، حيث هنأهما بهذه المناسبة. وذكر البيان أن القرارات الوزارية رقم 463 457 لسنة 2020 الخاصة بالتعيين والقسم تلاها آمر كتيبة شؤون الطلبة في كلية الشرطة العقيد فيصل حجي وآمر ركن متابعة الطلبة المبتعثين في كلية الشرطة المقدم حسن بوعباس. وحضر مراسم أداء القسم وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ومدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اللواء ناصر بورسلي ومساعده العميد علي لوهيب. أصدر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القرارات الوزارية التالية بشأن تعيين ضباط. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم. أن أكون وفياً لدولة الكويت. أن أكون وفياً لدولة الكويت. أميناً على حقوقها. أميناً على حقوقها. مخلصاً لأميرها المفدى. مخلصاً لأميرها المفدى. إن شاء الله تكونون خير ممثلين لجهاز وزارة الداخلية، مسؤولية تطبيق القانون، ومساعدة كل محتاج. ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في حياتكم العملية.